بعد عدة سنوات من مغادرة المستثمرين والصناعيين السوريين لسوريا نتيجة الظروف الأمنية والأجواء غير المشجعة للاستثمار، ما يزال معظم الصناعيين متخوفين من العودة واستكمال استثماراتهم في الأراضي السورية، ومفضلين عليها بلاد المهجر على الرغم من تكرار وزارة الصناعة لمطالبها بعودة الصناعيين. بعض الصناعيين يطالبون بتعويض استثماراتهم التي تضررت ودمرت أو سرقت آلاتهم، والأهم بالنسبة لهم عدم استقرار الوضع الأمني والاقتصادي في سوريا وعدم توفر المتطلبات الأساسية للعمل الصناعي من أبسط المقومات البنى التحتية، إلى جانب عدم توفر المواد الأولية نتيجة العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري وندرة اليد العاملة الماهرة. الصناعيون طالبوا بإعفائهم من الضرائب المستحقة على منشآتهم المتوقفة منذ عدة سنوات، فجاء رد وزارة مالية النظام بأنه ليس من العدل أن يتم إعفاء الصناعي من التكاليف المالية المترتبة عليه من رسوم وضرائب، نافيا وجود أي مشروع حاليا في وزارة المالية لمنح إعفاءات خاصة للصناعيين. مجمل هذه الأسباب تجعل الصناعيين مترددين في العودة إلى سوريا على الأقل في الوقت الحالي، فهل يكون لهذا التصريح سبب آخر يزيد مخاوف الصناعيين من العودة إلى سوريا على المدى القصير؟